صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله أمر ملكي رقم 47 لسنة 2016 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد. وجاء في الأمر الملكي أنه يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد 16 من شهر أكتوبر 2016 لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.